بسم الله الرحمن الرحيم. أليس من العدل والإنصاف أن يثأر الإنسان لنفسه وينتقم لها؟ ألم يقل الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ وهذا الإنسان الذي أخذ أثري وذهب به إلى الساحر فدمر حياتي وخرب بيتي وشتت حالي، أليس من العدل والإنصاف أن يذوق هو والساحر من نفس الكأس الذي سقاني إياه؟ إذا كان الأمر كذلك فإنني أقول لكل من ابتلي بهذا السحر ويريد أن يثأر لنفسه وينتقم لها، سواء كان شفي من سحره أو لم يشف بعد، انتظرني بعد الفاصل فإن هذه الحلقة تهمك. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باختصار شديد في هذه الحلقة بأمر الله جل وعلا سنقوم بقلب السحر على الساحر، أو رد السحر على الساحر، ليس الساحر وحده بل حتى قلب السحر على طالب السحر، وهو الإنسان الذي أخذ أثري وذهب به إلى الساحر لكي يصنع لي عنده سحرا يدمر به حياتي ويخرب به بيتي. ولكن قبل أن أبدأ في ذكر هذه الطريقة وهذه الوصفة المجربة بأمر الله جل وعلا، سأجيب على ثلاثة أسئلة في غاية الأهمية ولكن في آخر الحلقة. أقول الآن ثلاثة أسئلة مهمة، بل هي في غاية الأهمية ولكنها ستكون في آخر الحلقة حتى لا أشتت تفكيركم، عشان الناس اللي بتطلع بدري بالفيديو محدش يقول الشيخ أعطانا المعلومة ناقصة أو أعطانا الوصفة ناقصة. الآن نبدأ في تلك الوصفة بأمر الله جل وعلا التي بها سنقلب السحر على الساحر وسنقلب السحر أيضا على طالب السحر. كل ما ستفعله أخي في الله أنك ستأتي بورقة بيضاء ثم تكتب فيها اسم الإنسان الذي تشك أنه أخذ أثرك وذهب به إلى الساحر. أنت شكك في مين؟ شكك في فلان أو في فلانة، عندك شك باليقين، ما فيش أي مشاكل، اكتب اسمه. اسمه شيخ، لا أجارنا الله وإياكم من هذا، سيبك من قصة اسمه دي خالص، اكتب اسمه أو اسمه زي بتحب اكتب، تمام؟ ثم تكتب اسم الساحر الذي تشك أنه قام بصنع السحر لك. خلاص كتبت الاسمين دول، ستأتي في حجرة نومك أو في فناء بيتك، ركز معاي، هتأتي في حجرة نومك أو في فناء بيتك، ثم تضع يدك على هذه الورقة وتقرأ قول الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هتقرأ الآية 13 مرة، ثم بعد ذلك تقرأ سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إلى آخر الآيات الكريمات. ستقرأ هذه السورة 33 مرة. يبقى خلي بالك، الآية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إلى آخرها قرأناها 13 مرة، وسورة الزلزلة سنقرأها 33 مرة. ثم بعد ذلك نطبق هذه الورقة ونأتي بأي نوع من أنواع البخور، ثم نشعل في تلك الورقة النار في المكان اللي أنا قاعد فيه، محددت لك مكانين، سواء كان في حجرة نومك أو كان في فناء بيتك، وممكن نستعيض عن الفناء بكلمة صالون الشقة إن لم يكن البيت دور أرضي أو واسع أو ما شاكل ذلك. طب إحنا كده عملنا إيه مولانا؟ عملنا حيلة ذكية اسمها تشتيت الخادم، خادم السحر، عملنا له تشتيت ولخبطة بأمر الله سبحانه وتعالى بحيث أنه هو يضرب هنا ويضرب هناك وينقلب السحر على الساحر بأمر الله جل وعلا في هذه الطريقة المجربة. هل اللي أنا قلته ده فيه حاجة صعبة؟ ليس فيه شيء صعب بأمر الله سبحانه وتعالى. نيجي بك الآن للثلاث أسئلة المهمة جدا اللي أنت لازم تعرف الإجابة عنه. السؤال الأول: أفرض يا مولانا أنا لا أعرف الذي سحرني ولا أعرف الإنسان الذي أخذ أثري وذهب به إلى الساحر، وأنا برضه عايز ننتقم وعايز نقلب السحر على الساحر، نعمل إيه؟ ولا أي حاجة، كل اللي هتعمله هتأتي بهذه الورقة بيضاء وتكتب فيها هذه الجملة أو هذا الدعاء: اللهم بنيتي اجعلها في نحورهم. بس اللهم بنيتي اجعلها في نحورهم، وتضع يدك عليها وتقرأ نفس الآيات وتحرقها، تمام؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: طيب يا مولانا أنا شاكك في فلان أو في فلانة اللي هو أخذ أثر وراح للساحر، وبرضو شاكك في الساحر فلان الفلاني لأنه هو صحرني، وعملت القصة دي واتضح في الآخر أنه دول ما لهمش ذنب، وأنا شكي لم يكن في محله وظني خطأ، هل هم هيتضروا ولا لا؟ لا مش هيتضروا. طب ليه مش هيتضروا؟ لأنه يا حبيبي زي ما قلت لك إحنا هنعمل تشتيت لخادم السحر اللي هو بيحرس سحرك أنت أصلا. إحنا بنلعب في القصة دي إزاي؟
أن الساحر يكتب عنده حاجة اسمها مفردات السحر، خلي بالك عشان تفهم، مفردات السحر، حاجات كثيرة بيكتبها وبيدونها، منها طلاسم ومنها إنشاءات ومنها توافقات ومنها أعداد، أعوذ بالله منهم، تمام؟ من ضمن المفردات دي بيكتب اسم الإنسان الذي أخذ أثر المسحور وذهب له. فالخادم السفلي اللي احنا هنعمل له تشتيت ده يعرف اصلا اسم مين، اسم اللي خد اثرك وراح عمل لك السحر من ايه، من مفردات الساحر، وبيعرف الساحر ايضا ذاته. فانت لو كتبت اسماء تانية بالغلط لن يصيبها ضرر باذن الله جل وعلا، لانه كده مفردات السحر مش هتشتغل عليها، والخادم السفلي اللعين الموكل بالسحر عندك لن يعمل عليها بامر الله سبحانه وتعالى. يبقى دول سؤالين مهمين. السؤال الثالث وهو اهم، هل القصه دي يا مولانا هتشفيني من السحر؟ يعني انا بعد ما نرد السحر على الساحر ونقلبه عليهم انا كده ساشفى؟ للاسف لا، للأسف لا، إنما تشفى أخي بالرقية الشرعية وبالطرق التي قلناها سلفا. طيب يا مولانا من دمنا مش هنشفى، إيه القصة دي؟ أنا بقول لكش أنت لازم تعمل كده على فكرة، إنما أنا أقول لك إن أردت أن تأخذ بثأرك وأن تسأر لنفسك، وإن الناس دي أصلا تستاهل، يعني ممكن حتى واحد يسهر بيقول الشيخ يعني ليه أصلا عامل الفيديو ده يعني أما أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. قول يا أخي، قول يا سيدي حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا لا أمنعك أن تدعو وأن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن هذه أيضا طريقة من الطرق، وأنت لن ترتكب فيها محرما بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما هي طريقة قوية وفعالة وسريعة في رد السحر، عشان اللي انت عشته واللي انت عانيته واللي انت تعبت فيه هم برضو يعانون ويتعبون ويشعرون بنفس الآلام التي شعرت بها. ومن ناحية ثانية احنا برضو بنخوف الناس، بنخوف الناس انها تعمل سحر لأي حد وانها تسحر أي حد. لما ينتشر الفيديو ده بين الناس وتعرف القصة انه الآن اصبحت فيه طرق مجربة اتى بها المشايخ انه ممكن السحر انا يتقلب علي ونعيش نفس المعاناة ونعيش نفس التعب ونعيش نفس الآلام، برضو هيبقى نوع من أنواع الردع إنه أي حد يعمل سحر لأي حد. إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.